الو، ايوه اهلا بيكي. ايوه ايوه ازيك يا مدام دعاء؟ ازيك الحمد يا دعاء؟ لله تمام، اهلا بحضرتك. الحمد لله. وازاي وزي فضيله الشيخ؟ كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. ايوه انا دلوقتي كنت حلفت، كنت بروح عند ناس قرايبي في البلد، كنت نفسيا برتاح عندهم يعني. فحصلت لي ظروف ان رجليا وقفت فجاه كده، فحلفت بقى ان انا مش رايحه عندهم تاني. فقلت وعهد الله ما انا رايحه تاني. فانا نفسيا فعلا الناس دي كانوا بالنسبه لي كويسين. وانا بروح طبعا واخده حاجتي معايا، يعني ما بيعملوليش حاجه يعني، غير ان انا بعيش وسطهم بتنفس، عشان انا عندي جوزي عنده 80 سنه وانا عندي 70 سنه. فهو من يوم ما اتجوزت هو راجل صعب جدا. يعني المشايخ كلها قالوا المفروض دي الست دي لو عندها اهل كانت خلت عندها دم وقعدت عند اهلها. بس انا اعمل ايه؟ تنيت اقول لما يكبروا الاولاد، لا كبروا واتجوزوا، ونقول طب والنسب؟ الناس نقول لهم ايه؟ ام مطلقه واب مطلق، يعني منفصلين، ورغم ان هو حلف عليها الحتفانات اللي في الدنيا كلها، تحرم عليا زي ام اختي 100,000 مره. فكنت البلد دي اللي يعني سني وصل لايه؟ خلاص اتخانقت، هو لسه عايش وانا لسه عايشه. وعملت كذا مره حجه، وحجيت لنفسي وحجيت لامي. ونفسيا بقى مانيش عارفه، لدرجه والله العظيم يا دعاء، والله يا دعاء يا بنتي، انا نفسي انا بعيط، عايزه اروح اقعد دار مسنين، مانيش عايزه اقعد معاه، مانيش طايقاه كرهاك بجد. طب ثواني. طيب انت ده اعلى، انت عايزه تمشي، انت عايزه تهجي. ام وجد اعمل ايه؟ كنت بروح اتنفس عند الناس دي 10 ايام، وباخد زادي وزوادي معايا يعني زي ما انت. طيب يعني انت بتسالي انك غير ان انا بحب ايه؟ الطبليه بتاعتهم، طيب القعده بتاعتهم، ولاد عمي. طيب يا حاجه انت بتسالي انه كلمه وعهد الله دي، انت عايزه يعني ترجعي في الحلفان ده وتبقي انا خايفه بس من ربنا، عشان بحب ربنا ومش واقف معايا مع الراجل الشيطان اللي انا متجوزاه ده من 55 سنه ولا من 50 سنه. الا ربنا، ده انا تعبت نفسي زمان، واولادي صغيرين، كنت في مرحله صعبه، ورحت الاكبر دكاتره اعصاب، ولسه لغايه 80 سنه استجبت الى الله، يعني لسه لغايه العمره وخلاص قعدت بقى، لسه لغايه 80 سنه ربنا ما هداهوش. ايوه يعني لسه برضو بنفس الاداء السيء وهو عنده 80 سنه. ده هو يعني حكم على نفسه، يقول لي إيه؟ ايه انا حرام اكل معاك في طبق واحد، لكن انا ساعات باجي على نفسي واحط الكرسي في المطبخ واقعد اعمل الاكل، بياكل منه انا بخدمه ان انا بعمل الاكل بس. لكن هو انا اقول يا رب يفضل يخدم نفسه للنهايه وانا اخدم نفسي للنهايه، لان هو شوف عنده 80 سنه لكن اقوى مني. طب ولادكم فين يا امي؟ ولادكم الولاد ابناء حضرتك فين؟ عامل ايه يا دعاء؟ ايوه الشيخ بيسالك ولادك فين؟ ولادكم فين؟ ولادي اصلا متجوزين. ما بتروحيش تزوريهم؟ ما بتقعديش عندهم؟ متجوزين وهيعملوا ايه؟ يقولوا لي ابونا، هنعمل ايه؟ ده ابونا يعني نخش النار يعني نتخانق معاه تانيك. ماشي يا فندم، حاضر. طيب ماشي يا حاجه ليلى، حاضر، هوني على نفسك. طيب الست استحملت 55 سنه. خدي بالك دي نموذج. يعني هي مش شخصيه، ده نموذج زيها في المجتمع بتاعنا. ستات مظلومات مقهورات كتير قوي. فبنادي على كل راجل ربنا امنه على زوجه واستحل فرجها بما يرضي الله، بقول له ولا تنسوا الفضل بينكم. وبنادي على الحاجه اللي اتصلت وكل واحده زيها مقهوره ومتحمله جوزها، بقول لها ليك خيارين، اما ان انت تطلبي بقى حكما من اهله وحكما من اهلك، وان مش قادره تكملي خلاص ايه يتفرق يغني الله كل من سعته، واما تتحملي لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن رزقها الله بزوج سوء، وان كان في الامور دي لازم اسمع من الطرفين، لكن انا بقول كلام عام، من رزقها الله بزوج سوء فصبرت عليه لوجه الله اعطاها الله من الاجر مثل مريم بنت عمران واسيه امراه فرعون. ليه؟ لان اكتر واحده اتاذت. حديث ولا ده ايه؟ لا هو حديث في ضعف لكن المعنى صحيح. طب المعنى صحيح ازاي؟ المعنى صحيح ازاي؟ اذا كان هو بيتعارض مع الايه القرانيه الكريمه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا بقول من صبرت لوجه الله، انا بقول هي مخيره، هي مخيره بين الصبر والتحمل. أيوة، وبين ان يتفرقا، نتحمل على حاجه، انما نتحمل على اذى واحد ما بيعرفش ربنا. ما نحط برضه لا يكلفه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني واحده اتحملت عشان اسرتها، اتحملت عشان بيتها، ده عند ربنا. وبعد كده خلاص العيال اتجوزوا وكل حاجه، ثوابها ده ثوابها كبير. انا بصبرها، بقول لها ايه؟ مش بقول لها اتحملي الهم اللي انت فيه، بقول لها اللي فات ده كله عند ربنا احتسبيه، هتلاقي
أجرك، لأن أكتر واحدة أوذيت في التاريخ هي آسية امرأة فرعون، ولذلك القرآن خلدها. فمهما يكون أي زوج في الدنيا مش هيعمل زي ما عمل فرعون. مش بنقلل من قدر الإهانة ولا بنقلل من قدر القهر اللي هي فيه، ولا احنا ما لا احنا ضد ده، لكن انا بقول شوف عشان ما عشان يعني آسية آسية زوجها كان ايه؟ امرأة فرعون زوجها كان بيقول انه الصبر على الأذى يعني لا حدود. ممكن واحدة ما تصبرش وتاخد الأجر برضو. أيوة طبعا على أذى واحد بيعملها معاملة سيئة طبعا مليون في المية. أنا بقول لو قدرت تصبر، لو عرفت تيجي على نفسها مش قادر أصبر خلاص، مش حرام أن تطلب الطلاق، مش حرام أننا أن ربنا قال سبحانه وتعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، حرام. ده بتقولك ده أنا بعمل الأكل ما بيأكلش معاه في طبق واحد. طب إزاي ده؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن جعل أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. دي تركت أبوها وأخوها وأمها وأهلها وترمت في حضنك. طيب. فاتق الله فيها، وما لا ترضاه لبناتك لا ترضاه لبنات الناس. طيب هي وقالت وعهد الله ما نريح لهم تاني، بس عليها كفارة يمين تطعم 10 مساكين. إن لم تستطع الإطعام يبقى تصوم 3 أيام يعني مجتمعين أو متفرقين ما فيش مشكلة. ثم تذهب. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. بس أنا ليا تعليق صغير يا أستاذة ممكن؟ تفضل. التعليق الصغير ليه أنا كزوج أوصل زوجتي بعد 50 سنة عشرة إن هي تحلف وتبكي على الهوى وتقول ده أنا قاعدة في جحيم ليه؟ أنا عايز أعرف ليه؟ اتقوا الله. ولذلك لما نتكلم في الحساب في السلسله بتاعتنا هناك بقول لحضرتك اول من يختصم بين يدي الله يوم القيامه، اول 2 هيقفوا بين ايد ربنا يوم القيامه يتحاسبوا الزوجين. الست تمسك في خناق جوزها وزوجها يمسك في خناقها. المظلوم هياخد بظلمته والظالم هيعاقب. فالزوج هيسأل عن زوجته والزوجه هتسأل عن زوجها بكل ما تحمله. اول من يختصم الازواج يوم القيامه بين يدي الله هي يعني تطلع الكفاره وتطعم 10 مساكين وروح يفك عن نفسك. الستات تفك عن نفسها يا فندم. وبعدين ربك يا فندم ربك ما سابش الموضوع كده. ليه تقعد مقهورة ده خلاص عندها 70 سنة هقول فين هقول كلمة ممكن بعض الناس يزعلوا مني. الكلمة اللي عايز أقولها وليه أنت بتحملي ده كله؟ ليه ساكتة؟ أنا عايز أعرف ليه ساكتة ده كله؟ لك الشيوخ 50 سنة يا فندم حرام. ده الست خلاص يعني تكلمنا وهي مش قادرة تتكلم، فليه تصبري؟ أنا عايز أعرف. مش إن أنا بحرض الناس على الطلاق ولا التفريق عشان الناس ما يفهموش غلط، لا أنا بحرض الناس على إن هو ما يسيبش حقه، ما تبقيش مذلولة، ما تبقيش مهانة، ما تبقيش مقهورة، وفي نفس الوقت الراجل ما يتحكمش للطريقة دي. أصل فضلت الشيخ حضرتك قلت في الأول إنها لازم تصبر. لا ما قلتش لازم. حضرتك يعني قلتش. أنا قلت أنا بس مخيرة. ده مهم ده قلت مهم. قلت مخيرة من أمرين. وبعدين لما سألت حضرتك لأنه الحاجات دي بتخلي الناس يفضلوا يضغطوا على الست، يضغطوا عليها لغايه اما تموت في الست خلصت يعني 70 سنه ده الواحد هيروح فين بعد كده؟ سبحان الله. فالفكره بس انه لا ده قران، ده نص صريح. أيوة. نعم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هيجي حد يقول لك لا اصبري وهتاخدي الثواب. اذا كان في نص صريح شوفي ما تجد نبي كرم المراه مثل النبي، سيدنا النبي، ولا كتاب كرم المرأة مثل القرآن، ولا دين كرم المرأة مثل الإسلام. سيدنا النبي قال أوصيكم أو استوصوا بالنساء خيرا رفقا بالقوارير، والعلماء قالوا ما أهانهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا كريم. وسيدنا النبي قال اتقوا الله في النساء، وقال أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فزوجتك هتيجي تمسك في رقبتك يوم القيامة، يا لك يا عليك.